لاباس كلشي بخير نتوما لاباس كلشي بخير امنا الحمد لله والله اهلا بخير الحمد لله والله الحمد لله السلام عليكم كوار كوار كامل بخير بخير هذا عرفتيه بخير دير الصحة واش مزيان الله يحفظك الله يبارك الله يبارك هذا عبد القادر سعيد في ديدي داكور اي عقلت عليك عقلتي عليك عقلت عليك صافا الحمد لله شي مزيان الحمد لله لا لو جاهز ما ديزا كيك شوز ولا ما سمعتوش الاتصال الاتصال في التليفون وكل شيء اي نقدر نفهم ان شاء الله تفضلوا ما سمعتوش ليه زيد تفضل لا ما لا ما عقلش لا لا الو كيفاش داير كيف حالك؟ عليك الله يبارك فيك يا ربي الله والله الذي لا إله إلا هو المتكبر
سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والله الخالق الباري والله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء الأرض وهو العزيز الحكيم. خلق الله أين ناصر الأرض
ومن لم يحسن إلى والديه فقد دخل تحت غضب الله والعياذ بالله، لأن الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فإن سخط عليك فلا يقبل منك صرف ولا عدل، لا تقبل منك الفرائض ولا النوافل، الحجاب دونك. ولذلك يجب علينا أن ننتبه، فإن بعضنا قد يعق والديه من حيث لا يدري، إما بكلمة وإما بنظرة وإما بعدم مبالاة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف، كلمة أف لا تقلها لهم، فلا تكن سببا في جراح قلوبهما وفي نزول الحزن عليهما. فإن كنت مسافرا فخذهم معك، وإن كنت مستبشرا فرحا فشاركهم فرحتك، فإنهم منك وأنت منهم. الوالدان أوصى بهما القرآن، وبعضنا الآن أصبح يقلد الغرب وأعداء الإسلام في تركهما. جاء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: هل هناك من بر أبر به والدي بعد وفاتهما، أي بعد خروجهما من الدنيا؟ هل انقطع البر بعد خروجهم؟ لا وألف لا، لا زال البر واجبا عليك، لا زلت مطالب بالإحسان إليهم وبتفقدهم وبزيارتهم وبالدعاء لهم وبالاستغفار لهم وبفعل الخير والأجر العظيم هدية لهم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم هناك بر
تصل به والديك بعد وفاتهما. من البرور بهما إكرام صديقهما. الإنسان لما يتوفى الوالدين ديولو تخص دائما يجمع أصدقاء الوالد فيكرمهم بالجلوس معهم وبالنظر إليهم وبإطعامهم وبقراءة القرآن في حضرتهم. لماذا؟ طلبا للرحمة والمغفرة لأبيك. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والداك والداك هناك رحم لهما في الدنيا، فيجب عليك وصل هذه الرحم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله في الأرحام. اتقوا الله في الأرحام، لا تقطعوا أرحامكم، فقاطع الرحم ملعون على لسان رب العزة سبحانه. قاطع الرحم ملعون على لسان رسول الله. فإن الإحسان إليهم صدقة وصلة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. التودد إليهم والسؤال عنهم ومحبتهم هذا كله واجب، واجب عليك. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ثم الاستغفار لهما دبر كل صلاة في كل وقت وحين، فهم ينتظرون منك الدعاء والاستغفار، ينتظرون منك الدعاء والاستغفار. هناك من لم يزر والديه منذ سنين، منذ أعوام. هناك من لم يعرف أثر قبرهما، وهذا من العقوق أيضا، فعليك بزيارتهم. فهم دائما وأبدا يتطلعون إلى رؤيتك وإلى سماع صوتك ودعائك، فلا تبخل عليهم، لا تبخل عليهم أخي الحبيب. أبوك وأمك، جدك وجدتك، دائما وأبدا تذكرهم بالدعاء، وتذكرهم بالصدقات، وهب لهم مما أعطاك الله، فما أنت إلا مستخلف، وما أنت إلا تبع لهم، فهم السابقون ونحن اللاحقون. الاستغفار لهما وإنفاد عهدهما ووصيتهما. من الواجب عليك أن تنفذ وصيتهما التي تكون في مرضات الله عز وجل وفي طاعته سبحانه. وبالتالي فإن إقامة مثل هذه المجالس ترحما عليهما هذه من باب الاستحباب. فنسأل الله رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة وفي هذا الوقت المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن يتغمد فقيدنا الحاج منيب علام بواسع رحمته وفضله. اللهم أمطر عليه شأبي برحمتك ورضوانك. اللهم اغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم أسكنه فسيح جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعله من الذين ابيضت وجوههم
وهم في رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله العلي العظيم أن يرحمه وأن يرحم آباءه وأمه. نسأل الله عز وجل أن يرحم الآباء والأجداد. نسأل الله تعالى أن يشملهم بواسع رحمته وفضله وأن يكرمهم بكرمه وأن يجود عليهم بإحسانه. اللهم بدل سيئاتهم بالحسنات. اللهم بدل سيئاتهم بالحسنات. اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا، ما أسرروا وما أعلنوا. اللهم اجعل ثواب هذا المجلس وثواب هذه الكلمة وهذا الإكرام وهذا الإطعام في ميزان حسناتهم، وانفعهم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى الحاج راشد، نسأل الله عز وجل أن يرزقه رضا الوالدين. نسأل الله تعالى أن يظهر عليه أترى نعمة رضا الوالدين. نسأل الله تعالى أن يجعل رضا الوالدين له حجابا مستورا من النار، حجابا مستورا من الآفات ومن العاهات ومن شر المخلوقات ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. علينا لا يزول.
النفوق تبرق أنت محبي أنت محبي يا لم تزال تسقي قلوبنا الكؤوس بنا الكؤوس اسقني قلبي اسقني قلبي الرشاد بها قال وحمل لسان صدق عليا ثم قال لا لسائل فضل جاء يسأل جهده النبوية وعد وعد ولا يوافي إنه كان وعده باتيا فإنما قضى قضاء بأمر زانتك في الخلق العظيم شمائل 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 يبرى فإذا سخوت بلغت بالجود المدى بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء فإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا استهين بعفوك الجهلاء فإذا رحمت فأنت أم أو أب فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذا في الدنيا هما الرحماء محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم أدم الصلاة على الحبيب
أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم الحبيب تسري الصلاة على النبي فتبعث بالندى والري بالروح الجديد وتطوف بالرضوان تنشره على كل القلوب ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب يا أبا الزهراء لله نظرا سيدنا محمد يا فوز بالوصول يا فوز بالوصول انفني وجدي الله انفني وجدي سيدنا يا محمد يا علي يا رسول
رسول الله يا خير البرية الله يا خير البرية سيدنا محمد وهدى لا يطاع ولك لا يطاع يا أرحم الراحمين له بالذات والصفة اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما يأتي الفتح من الله والنصر من الله واللقاء بحشد تقبها له يا الله والصلاة على رسول الله وذكر الله الكريم والقرآن العظيم
وهذه الموعظة جعلها له في مقال صدق عند ملك المقتدر. سيدي مولاي أبو علام اللهم اجعله فاروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعله في ملكوت الله، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعله من المبشرين بالجنة، هو والدنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنك غني عن عبادتنا جميعا، اللهم إنك غني عن عبادتنا، فارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا جميعا وارحم موتانا جميعا وصاحب المناسبة الابن ديالو سيدي محمد الحاج محمد الحاج نعم سيدي الحاج محمد الراشدي الله يفتح له أبوه بالخير. هو شوخو عبد العزيز والأخ سيدي عبد العزيز، هما جمعوا الأهل والأحباب والأصدقاء من أجل الاستفادة والترحم. الله يجعل هذه البركة على الأموات جميعا بالرحمة والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. أخ ديالنا الله يحفظ في الإخوان ديالو الذكور والإناث، اللهم اجمع شملكم ولم شعتكم. المهم الله يقعد وسادها، الله يعطيها صحيحتها ويجعل رضاتها عليكم حجاب وسترة ويجعل رضاتها بكب حرير. والحمد لله رضا كيمان عمل هذه الوجوه الطيبة، الكاشي كاين كاش خرشي شي باش يجيو هذه الوجوه الطيبة يعني كاين كاين ايوا عطينا شي وريق. شوف شوف عطى الله الحباب هنا، شوف عطى الله الحباب هنا ولكن انت تراك مرضي الحمد لله ما كاينش خرشي شي سمعتي ها بينا ياخذوا ليها جيه عطيني جيه من العزيزة راه قريب هو قلت المهم راه قريب العزيزة. الله يحفظكم امين الله يكرمكم يا ربي امين. وجعل هاد الحفل الديني وهاد الميراج الرباني على الوالد امين ووالدينا جميعا بالرحمه والمغفره وعلى المرضى بالشفاء امين. واللي كيتمنى شي حاجه عند الله الله يحقها ليه، الله يحق الموتى غادي للجميع. اللي نوى شي حاجه عند الله كريم يقضيها الله سبحانه وتعالى امين. الله ينفع القاري والمستمع بجاه النبي الشافي امين. اللهم اكرمنا بدخول الجنه والصحه والعافيه ولوليتنا وليدتكم الله يصلحهم الله يقرر لهم في العاصمة إن شاء الله. وهذا البلد الله يحفظها من وضع الحرام، هذا البلد الوطن المغرب العزيز الله يحفظه من الوساوس، الله يحفظه من الإجرام، الله يحفظه من كيد الكائدين، الله يحفظه من الحساد. أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين جلالة السلطان المعظم محمد السادس صاحب الخصائص والنفائس، اللهم انصره نصرا عزيزا وكل هوي ونصيرا وعونا ومعينا وناصرا وظهيرا. واحفظه اللهم في ولي عهده المحبوب الجليل الأجل المولى الحسن وفي صنو سيدنا المولى الرشيد وسائر الأسرة الشريفة، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ربي. الدين والخير هذا البلاد الله يزيده خير في خير، والناس اللي كيتعاونوا على الحراسة لهذا البلاد الله يحفظهم، الله يتولى أمورهم، الله يقوم في جانب الله، الله يصلحهم ويصلح الوليدات ديالهم ويعطيهم من هو في هذه الساعة المباركة. الحمد لله سيدي شوقي هذا هو الحاج حميد بسم الله على بركة الله يا سعد ما تكتصور الصونة كان كلها هنا عليك شوف هذاك داك الشيء
Les conséquences de là, déjà, il est pire. جميع الاختراعات اللي اخترعوهم الامريكيين كتشوفهم في ذاك المعرض، معرض سنوي 24 ساعه ل 24 ساعه. ودير معايا الصورة كيقول لي شو قلت شكرا للحاضرين وفي مقدمتهم الأستاذ الجليل والمادحين والحاضرين الذين جاءوا بعيدا عن المدينة المحمدية. أما
وفاة أخينا وابن أختنا الحاج مولاي أبو علام، فقد ترك لنا أشياء كثيرة وحكم متعددة، منها ما قلنا ومنها ما نقول، منها أنا نعرفك وعودي ما يعرفكش، الله يهنيك بالشهر بربيعه الأخيرة محمد. هذه الحكم التي تركها لنا، كذلك احنا استفدنا من وفاته، فقد شاهدنا دروس، وفي مقدمتها درس اليوم الذي قام به الأستاذ الجليل إمام المسجد طه في الدار البيضاء، إلى جانب الأمداح المتعددة والتي كلها تدور في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد استفدنا كذلك من لقاء هذا الجمع، لأنه رأينا فيه أناس كثيرين، ولا زلت أتذكر السيد عبد الله الذي قال لنا على أنه ابتلي بمرض خطير وذهب إلى الأطباء واحتدوا له وفاته في 7 شهور، ولكنه ذهب إلى العمرة وخرج إلى البادية وشرب بول أو حليب الإبيل إلى جانب القراءة وقراءة القرآن وامداح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زال يعيش منذ 9 سنوات في حين كانت في المآتم ولا يعرفون شيئا. ولا أفشي سرا إذا قلت على أنه التقيت مع أحد الأشخاص من العائلة، فبعد عتاب له عجبنا بأنني كنت إذا تصافحت أو سلمت على أحد الأشخاص أتسلم علي سلاما عاديا، وإذا ما أخبرته بأبي فإنه يضمني ويقبلني مرة أخرى، فأرجع علينا العتاب وقال أنتم الذين عقتمنا قبل أن نعوقكم. ومولاي أبو علام رحمه الله، هذا المشهد العظيم الذي نشاهده والذي يوجد فيه القريب والبعيد كله يدل على محبتهم له، كلهم يدل على محبتهم له وتقديرهم له، إلى جانب ما قام به ولده مولاي حاج محمد بن أبو علام الرشيدي من استدعاء هذا الجمع الكريم الذي يمثل أحسن تمثيل لوفاء ابنه لوالده، فرحم الله الحاج أبو علام. وفي الأخير وليس أخيرا، فإن مناقب الحاج أبو علام كثيرة ومتعددة، ولكن لا يمكن أن نسردها الآن. جينا في هذا النهار نحضروا الذكرى نتاع 40 الوفاة نتاع مولاي أبو علام رحمه الله، وحنا سعداء في هذه الليلة، والحمد لله دازت ليلة مباركة سعيدة، ونتمنى عند سيدي ربي باش هاد الدعوات اللي تعطات وهذا الشيء كله يوصل لمولاي أبو علام، ويجعلوا له إن شاء الله من أهل الفردوس الأعلى، ويغفر لنا وله ولوالدينا ولوالديكم أنتم كما أجمعين، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونطلبوا من سيدي ربي اللهم وفقنا لما يحب. ممتاز الحمد لله، مولفين الحمد لله بهذا الشيء، وهذا النهار كان من دوك الممتازين اللي حضرنا فيهم، وهذا من فضل سيدي ربي. وسي محمد الرشيدي يستاهل كل خير، اجي يا محمد، سي محمد الرشيدي يستاهل كل خير، وراه مأخ ديالنا وولدنا، انا راه نعتبره بحال ولدي لان صغير مني بزاف، والحمد لله الله يرحم مولاي ابو علام كيف كنا سميتو، ويخلى الخلف حسن، وخلى الناس تتبغيوه، لان رحمه الله كان دائم الدعوات، ما تيعرفش يدير شي حاجه من غير الدعوات، فين ما تمشي يدعي معاك وييسر لك ويطلب لك سيدي ربي النجاه في الدنيا وفي الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن سعداء بحضور هذا اللقاء
الديني الشيق لإحياء الذكرى الأربعينية للأستاذ الرشيدي بوعلام رحمه الله، فهي ليلة ليلى بأمداحها وقرآنها. استمعنا إلى مجموعة من الآيات القرآنية ومن الأناشيد الدينية والأمداح النبوية، فنسأل الله تعالى أن يجعلها مغفرة على هذا الرجل ولجميع أموات المسلمين. السلام عليكم. حبيبنا محمد عليه السلام. هكا الله.